امام نازلين، تمهيد ممتاز، استلام، تصويبه. يا ولد يا ولد يا ولد، حاول سوسلوف في مره اولى، حاول سوسلوف في مره ثانيه، والثالثه ثابته، الثالثه ثابته في شباك الحارس فيوريلو. يسجل فيرونا بعد سلسله محاولات، بعد سلسله فرص، وفرحه جنونيه في مدرجات الاريكي، فرحه كبيره لجماهير لجالو بلو الحاضرة لمساندة فيرونا. الهدف الثاني لسوسلوف في بطولة السيريا، الهدف الأهم بدون شك، الهدف الأغلى، الهدف الأثمن، الهدف الأحلى. تمهيد ممتاز من نازلين وتصويبة رائعة على يمين الحارس فيوريلو. 1-0، 1-0 لفيرونا، هدف تأمين البقاء مؤقتا بين مزدوجين، ولكن هدف في غاية الأهمية، هدف سعى لأجله فيرونا، حاول مرارا، حاول تكرارا، وسجل أخيرا ليمنح الجمهور الفرحة الكبيرة. 1-0. لمسة، محاولة المرور، سيردار يخسر الكرة، ضغط من لاعب فريق سالرنيتانا، هنا محاولة، الحكم يعطي مبدأ إتاحة الفرصة، تمريرة ممتازة، العرضية، هدف ثاني لفيرونا، هدف ثاني عن طريق فولروتشو. في وقت قاتل من عمر الشوط الأول يسجل اللاعب الإيطالي الهدف الثاني، هدف ثاني حاسم في حسابات هذه المباراة، يحسم عملية نتيجة فريق فيرونا. شوط وحيد كان كفيل بتأمين الأمور، بتأمين بقاء فيرونا في بطولة السيريا. لم يجد الخصم، لم يجد المنافس، خطأ في الدفاع، الكرة قطعت، نازلين لعبها أمامية، تمريرة مضمونة، والفينيشينج جميل من فولورونشو في الشباك. هدف ثاني لفيرونا. سالرنيتانا استسلم تماما، لم يحاول حتى لعب مباراة جميلة، لم يحاول تقديم مباراة استعراضية من أجل هذه الجماهير التي دفعت. ركلة ركنية تلعب عالية داخل المنطقة، رأسية لا تأتي مرة أولى، مانولاس مرة ثانية، المتابعة لسالرنيتانا، تصويبة، المتابعة، وهدف، هدف تقليص الفارق. أخيرا يصل سالرنيتانا لشباك فريق فيرونا في وقت متأخر، في الدقيقة الأخيرة عن طريق البديل اللاعب ماجوري. مرة أولى القائم تدخل، ولكن ماجوري تابع الكرة في الشباك. تصويبة مانولاس، تمهيد، تحضير، تصويبة بيروتسي قوية، ومتابعة ماجوري وجدت طريقها إلى الشباك. هدفين لهدف،